بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في كورنثوس الأولى إصحاح 12 وصلنا العدد 20. فكركم تاني، إصحاح 12 بالذات بيتكلم عن المواهب الروحية وبيعلمنا شوية مبادئ بخصوص المواهب. بيقول لنا اولا ان مصدر المواهب واحد هو ربنا، مفيش موهبة مفروض تبقى برا ربنا. تاني حاجة بيعلمها لنا ان المواهب تتكامل مش تتصارع، وبالتالي كل المواهب غرضها بنيان الكنيسة اكتر من بنيان الشخص نفسه. كمان علمنا انه في مواهب مخشوشة، لأن أي روح هيجي يقول المسيح محروم أو مرفوض يبقى مش من ربنا. وبعدين انتهى بالجزء بتاع كل واحد يحترم دور التاني ويقدر موهبة التاني ويعلن احتياجه للآخر، زي الإيد مع الرجل مع العين مع الودن، الكل بيتكامل كجسد واحد. وصلنا لعدد 20 كان بيقول فيه: الآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول اليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما. نفس الفكرة اللي عرضها قبل كده، أن كل عضو له دور ومش ممكن الاستغناء عنه. معنى كده أن احنا في الكنيسة كل الشعب لازم يخدم ولازم تتوزع عليه الأدوار، بس مش معنى كده كل الناس لازم توعظ أو كل الناس لازم تبقى كهنة، إنما كل واحد له دور. وما ينفعش أبدا نستغنى عن شخص يقول ملوش لازمة. ملوش لازمة إزاي؟ له دور في بنيان الملكوت، له موهبة قد تكون حاجة بسيطة زي ما هيقول دلوقتي، إنما مهمة. فيقول: بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية. برضو دينا شوية أمثلة عن الأعضاء الداخلية، زي مثلا أجهزة الجسم الداخلية اللي مش ملهاش جمال ظاهري إنما مهمة جدا، قد تكون أهم أحيانا من الأعضاء الظاهرة. الأعضاء التي تظهر أضعف هي ضرورية. ضرورية ليه؟ العضو الضعيف، يعني مثلا واحد ضعيف في الإيمان، واحد معلوماته الدينية فقيرة جدا، إنما ده ضروري يكمل الملكوت لأنه حتى مننا. وده ممكن يكون بإيمانه البسيط بالرغم إن هو معلوماته قليلة جدا، يكون هو اللي بينقل الجبال مش أصحاب المعلومات. وممكن ده لما يجي زمن استشهاد هذا الشخص اللي نظن أنه ضعيف في الإيمان يسبقنا كلنا، ويبقى هو اللي يقف وقفة استشهاد، بينما الناس اللي كانت في الكنائس على طول ما تحتملش هذا الاضطهاد. فبيقول الأعضاء التي تبدو ضعيفة ضرورية. ضرورية كمان أن ده المجال اللي انت تعمل فيه عمل الرحمة وعمل الخير. افرض مثلا شخص مسجون أو معوق أو مسن وملوش حد، يبدو أنه عضو ضعيف أو شخص غير مؤثر في مجتمع الكنيسة، إنما في الحقيقة ده مؤثر جدا، لأن ناس كثيرة ممكن على حسه تدخل السماء. عمل الرحمة مع هذا الشخص، المحبة لهذا الشخص المحتاج، ممكن تدي لك رصيد وكنز في السماء. طب لو ما كانش موجود هتكسب فين؟ هتعمل رصيد في السماء فين؟ لما كنتش تتاجر برصيدك بمحبتك دي مع الناس المحتاج. فقد يكون حتى وجوده ضروري لخلاص الكثيرين. يعني واحد يقول هو ربنا مش قادر يغني الكنيسة، ليه في فقراء كتير مسيحيين؟ طب ده الفقير ده على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم ثروة الغني، ثروته الحقيقية هو الفقراء اللي بيخدمه. ده يمكن بدون الفقراء دول ناس كتيرة ما كانتش توصل للسماء، انما في ناس هتشيل تعب المحبة في خدمة الفقراء وتقف بيه قدام ربنا في اليوم الاخير ويقول لهم: تعالوا يا مبارك يا ابي رث الملك المعد لكم، لاني كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مسجونا. لو ما كانش في دول
يبقى ناس كتير أو مش هتظهر. إذن الأعضاء التي تبدو ضعيفة ممكن الواحد بالمنطق البشري وبالحكمة البشرية يقول كان إيه لزوم الناس دي كلها والفئات دي كلها؟ لا، دي ضرورية لخلاص نفوسنا، دي ضرورية عشان الواحد يفهم ضعف. لولا المرض والسن والإعاقة والظروف دي كلها يمكن الإنسان كان ينسى ضعف، ينسى طبيعته كإنسان محدود ويتصور إنه هيعيش على طول وإنه يقدر يعمل ويسوي. إنما لقاءه مع الطبيعة الضعيفة يفكروا في يوم من الأيام هتبقى مريض زي فلان، في يوم من الأيام هتبقى معوق أو مسن أو، فكأنها درس متحرك كل يوم، أعضاء ضعيفة ولكنها ضرورية. يقول كمان أعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل. في بعض الأعضاء قد يحسبها البعض بلا كرامة، زي مثلا إخواتنا الفقراء. إخواتنا الفقراء للأسف المجتمع بيعامل الفقير بقلة اهتمام، بلا كرامة يعامل الفقير كده. وفي مجتمعنا للأسف في بعض الحاجات التانية مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة مثلا تلاقي المجتمع ما بيحترمهمش كفاية، مع أن دول ليهم مكانة أفضل في السماء. معلمنا يعقوب كان أول أسقف لأورشليم ولقى في الكنيسة نوع من المحاباة، مجاملة الغني أكتر من الفقير، زعل جدا وكتب إصحاح شديد يعقوب 2 وقال لهم أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. يعني ربنا اختار الفقراء دول يبقوا أغنياء في الإيمان ويورثوا السماء قبلنا. طب ما يمكن الفقير اللي احنا شايفينه النهارده ما ندلوش كرامة، كلنا في السماء نبقى شايفينه في كرامة عظيمة جدا ونقول يا سلام مين كان يعرفه، مين كان يعرفه، ده ما كانش حد عاوز يعرفه في الدنيا. إنما في السماء لما تلاقيه في مجد تقول يا ده مكانة عظيمة قوي وكرامة كبيرة قوي، طب ما كان عندك فرصة تعرفه في الدنيا. زي قصة الغني ولعازر، لعازر ده كان مين يعرفه؟ كان بلا كرامة، مع إنه يعني قد يكون جزء من جسد الكنيسة. وبعد كده بقى قريب جدا لأبونا إبراهيم، لدرجة يبدو إن الغني شافه في حضن أبونا إبراهيم فبيقول له ما تبعت لي العازر يبل لساني. يعني مكانة عظيمة بقى في حضن أبونا إبراهيم، فينه بقى من الغني؟ فبيقول الأعضاء التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل. صدقوني في واحد ينزل يخدم مثلا الفقراء أو العشوائيات أو ويبص لكل فقير بحب وباحترام شديد وفي باله القعدة دي، يقول مين عارف ما يمكن الفقير ده هو اللي يشفع فيه في السماء، مين عارف يمكن هذا الرجل الجاهل الأمي اللي الناس كلها تحتقره هو اللي كلمته تبقى غالية قوي عند ربنا في اليوم الأخير. فيبص له باحترام شديد لأنه باصص بنظرة كلها إيمان ونظرة مسيحية مظبوطة، أعضاء تبدو أنها بلا كرامة لكنها تستحق كرامة أفضل. والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل. أعضاء القبيحة لها جمال أفضل، طب دي بقت صعبة. يعني قلنا الأعضاء الضعيفة ماشي، والأعضاء اللي بلا كرامة ماشي، إنما أعضاء قبيحة يبقى ليها جمال أفضل منين وهي قبيحة نعطيها جمال أفضل؟ القبح عملية نسبية، فالقبح مثلا في الحياة الروحية هو الخطية. قد يعني تشوف واحد لسه بيغلط وخطيته سبقاه، زي ما قال معلمنا بولس خطايا البعض تتقدمهم للقضاء. في ناس كده لسانها فالت فتقول يا ده أسلوبه قبيح. طب ايه رأيك ان ده لو تاب يمكن يتوب توبة قوية ويعيش حياة مقدسة في زمن انت ما تشوفوش وتلاقيه قبلنا كلنا في السماء برضه؟ حد عارف ايه رأيك في الأعضاء القبيحة دي؟ ثانيا هذا العضو القبيح إن كان عن ضعف
إن كان لسه ما عرفش ربنا، ما دقش ربنا كويس. ده محتاج تحبه أكتر عشان يعرف ربنا أكتر، مش محتاج إنك تبعد عنه وتزقه بعيد. الشخص المبتدئ ده لو لقى من شعب الكنيسة احترام وحب وتقدير وعفة لسان ونظرة نقية هيتشد. شوفوا السامرية مثلا، السامرية دي طبعا في المجتمع تعتبر عضو قبيح لأن سيرة سيئة وإنسانة مستهترة، إنما ربنا يسوع له المجد أعطاها جمال، أعطاها احترام وكرامة، بقى يكلمها كمان له احتياج عندها يقول لها اديني أشرب. وهي مستغرب، إيه الرجل اليهودي المحترم المعلم اللي يطلب مني أنا الإنسانة السامرية الجهلة يشرب؟ ويمشي معاها ربنا يسوع له المجد بمنتهى الاحترام والتكريم لغاية ما تدخل في المصيات، بعد كده تبقى قديس. لأن الأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل. ده ممكن نقطة ضعفك تكون هي ثروتك الروحية في يوم من الأيام. يعني معلمنا بطرس الرسول كانت نقطة ضعفه الاندفاع، كان مندفع، يبان دايما ان هو ايه بيتكلم اول واحد ومتحمس زيادة، وان كان احيانا بدون حكم. حتى في ليلة صليب ربنا يسوع له المجد اندفع وقال ان انكرك الجميع انا لن انكرك. نقطة ضعف برضه وانكر. انما مع الايام بالروح القدس حياة التوبة والقداسة، معلمنا بطرس بقى اندفاعه ده فضيلة، بقت ميزة، بقى أول واحد يتقدم الصفوف للشهادة للمسيح، بقى اسمه مقدام شيعة النصارى، بقى أول واحد يتحاكم هو ويوحنا من اليهود ويتسجن. إيه الحكاية؟ أيوة، لأن نقطة ضعف والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل. أول ما بقت في إيد ربنا الحكاية، بقى الاندفاع ده ميزة جميلة، لأنه بقاش اندفاع، بقى نوع من الغيرة والحماس الروحي الحلو اللي يخليه يعمل الحاجة صح حتى لو عملها أول واحد. يمكن موسى النبي كان غضوب جدا لدرجة أنه هو بيصلح اثنين، بيصلح مسك واحد موته. طب ده أنت راجل جاي تصلح، تموت واحد، طب أنت دخلك إيه بالموضوع؟ يعني مسك المصري موته، واضح ان كان في عصبية وغضب وكبرياء. مع 40 سنة في البرية وعمل الله فيه، بقى اشهر واحد بالحلم بطول البال، بقى الشعب مستفز جدا وغليظ الرقبة، وبعدين موسى النبي يشفع فيه ويطول باله عليه. جبت الحلم ده منين؟ انت كنت عصبي قوي اكتر من غيرك. الاعضاء القبيحة فينا لها جمال، لو اتحطت في ايد ربنا يمكن نقطة الضعف تتحول إلى فضيلة. يبقى بيعلمنا نظرة جميلة معلمنا بولس، نبص البعض دايما بنوع من الاحترام والتقدير. وإن وجدنا ضعفا نؤمن بنعمة ربنا أنه قد يتحول إلى قوة، لأنه الشعار اللي علمه لنا في كورنثوس الثانية، قوتي في الضعف تكبر. فإذا حتى لو الضعيف ضعيف، طب وماله؟ ليقل الضعيف بطل أنا. ممكن قوي الضعف يتحول إلى قوة، والأعضاء القبيحة يبقى لها جمال، واللي بلا كرامة نديها كرامة، والضعيفة نهتم بيها عشان يبقى جسد متكامل. جسد متكامل حتى جسديا، تلاحظوا أن الإنسان يهتم بالعضو اللي فيه تعب أكثر من العضو السليم. طبيعة الإنسان كده، لو الواحد مثلا نظره ضعيف تلاقيه دايما يراعي نظره ويلبس نظارة ويهتم ويصرف على عينيه. ليه؟ طب ما هي ضعيفة. ايوه، عشان ضعيفة بتديها اهتمام اكبر، ولا هنهمل العضو الضعيف؟ بالعكس. فمعلمنا بولس بيقول زي ما الواحد فينا بيعمل مع جسده ويهتم بالاعضاء الضعيفة او القبيحة او التي بلا كرامة او المختفية، تعالوا نعمل كده في مجتمع الكنيسة. كل عضو مهمل اهتم بيه، كل عضو مكسور نساعده يقف، كل عضو ضعيف نديله قوة أو نسنده لغاية ما يتقوى. نفتخر بجمال هؤلاء لأن قد يكونوا دول زينة الكنيسة. زينة الكنيسة في الأشرار التائبين،
زينة الكنيسة في الفقراء اللي عندهم إيمان، زينة الكنيسة في المرضى الصابرين الشاكرين، زينة الكنيسة في الحاجات لهم جمال أفضل من جمال أي واحد سليم وعنده وعنده وعنده. أما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد. يعني حكمة ربنا كده، ربنا عمل الجسد في القوي في الضعيف في المكرم في الأقل كرامة في اللي باين في اللي مختفي. الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل. ربنا حكمته كده يدي الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. واحد يقول لي استفاد في الموضوع ده، ما يعني احنا فهمنا هو عاوز يقول حبوا بعض وقدروا بعض. لا، الموضوع هنا مستفيد فيه معلمنا بولس، لان كورنثوس فيها روح انقسام وروح كبرياء وروح انا، كل واحد بيقول انا لبولس وانا لبطرس، وحكاية المواهب دي زودت الحكاية. بقى واحد بحاسس انه موهوب فمش مهم الباقيين، كنيسة ممكن تمشي بيه لوحده. فمع المواهب زادت الأنا وزادت الانقسامات، وبقتش الناس بتحب بعض كفاية وشايلة بعض كفاية، وأصبح جسد الكنيسة زي الجسد المفكك. لكي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. قاعدة جميلة قوي ووصية مهمة. لو كنت عضو في الكنيسة مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة. ما ينفعش أبدا يكون أخوك جعان وتقول أنا مالي، أو أخوك متألم مريض وتقول أنا مالي، تبقى مش عضو، لأن ده الجسد الطبيعي ما بيعملش كده. الجسد الطبيعي تلاقي كل عضو بيخدم على العضو التعبان. ده مجرد يجي لك صداع تلاقي كل شوية إيدك بتروح لرأسك أو بتدور على دواء. طب يعني كل الجسد بيشتغل عشان الصداع اللي عندك. إن كان عضو يتألم جميع الأعضاء تتألم معه. هالمهم ينفع مثلا تبقى إيدك بتنقح عليك وبعدين تقول معلش بقية الجسد تعبان هسيبه ينام وخلي الإيد تنقح؟ تنقح إزاي ما الجسد مش هينام؟ ده تلقائية عجيبة جوه الجسد، إن كل الجسد يتعاطف مع العضو المتألم تلاقي جسمك كله بمكسر وتعبك. هل احنا عندنا هذه التلقائية اللي مليانة محبة، ان اي عضو فينا يبقى متألم ألم روح او نفسي او جسدي فنتألم معه؟ ده ربنا يسوع له المجد لما زار مريم ومرسى والعازر تأثر بانفعالاته. هو عارف كويس ان العازر هيقوم، انما مجرد لقى دموع مريم ومرسى وحزنهم الشديد بكى معاهم. طب يا رب، واحد يقول له بالعقل يا رب ما انت عارف بعد دقائق العذر هيقوم، يعني هم لسه ما شافوش، يعني انفعالاتهم غصب عنهم، كيف تبكي انت؟ انما ان كان عضو يتألم كل الاعضاء تتألم معه. تألم المسيح لألمهم مع علمه السابق ان العذر هيقوم. لما شاف الارملة بتاعت نايين وابنها الوحيد شايلينه يدفنوه تحنن تألم. هي ما طلبتش ولا حد طلب، انما ربنا يسوع له المجد اللي بيعلمنا ازاي نحس ببعض. راح لغاية الموكب وحط ايده على النعش ووقفهم ووقف الشاب من دول ودفعه الى امه. عمل المعجزة كلها عشان تعاطفا مع مشاعر هذه الام المكلومة. المحبة مش منتظرة انك تطلبها في الكنيسة، المفروض المحبة تقدم بدون طلب. زي ما الأعضاء ما بتطلبش من بعض يساعدوا بعض، احنا كمان المفروض نحس ببعض من غير ما حد يطلب مننا. كم واحد في خدمة العيد مثلا قلبه مع المجربين الحزانة؟ ما في ناس عندها ظروف. طب انت هل هتحس في العيد انك مسؤول تسأل عن الناس دول وتقدم لهم تعزية من السماء بكلمة محبة، سؤال محبة؟ يمكن زيارتك تبقى أغلى حاجة تحصل لهم في العيد وتخفف همهم شوي. هل عندك إحساس بالناس الفقيرة اللي مش قادرة تعيد زيك بلبس وفرحة وأكل وشرب وعيال؟ طب انت وقفت مع الناس دول ولا لا؟
ولا انت هتعيد لوحدك وهتفرح لوحدك، تبقى زي عضو حي في الكنيسة وفي ناس مش قادرة تفرح لظروف. ده انت مش هتعرف تفرح غير لما تفرح الناس دول، ولما تتعود تعمل كده هتلاقي اجمل حاجة في العيد هو مشاركة الناس، افرحها واحزنها. المشاركة اجمل طعم لاي فرح. ان كان عضو واحد يتألم جميع الاعضاء تتألم معه، وان كان عضو واحد يكرم جميع الاعضاء تفرح معه. دي مشكلة تاني بقى. لو الكرامة جت لواحد، ايه شعورك؟ بتغير منه ولا بتفرح معاه؟ ده لو ابنك اللي جات له كل الكرامة دي كنت هتبقى فرحان جدا، انما هو مش ابنك ومش اخوك ومش حبيبك، فانت مش عارف تفرح، انت بتغير، انت كنت عاوز الكرامة لنفسك. انما لو اتملى القلب بالمحبة، لو الجسم ده صحيح، طب وماله؟ وماله لما العقل يعمل انجاز كل الجسم يبقى فرحان بالعقل اللي عمل انجاز ده، الايد تعمل انجاز، كل القلب والمشاعر تنفعل بانجازات هذا العضو. هل انت عندك القلب اللي يفرح بكرامة الاخرين ولا بتقلق من الموضوع ده؟ دي عاوزة محبة. اذا كنت عضو حي جوه جسد المسيح هتلاقي قلبك يفرح بكل من يكرم، طالما التكريم جاي في محله وفي المسيح له المجد. إن كان عضو واحد يكرم جميع الأعضاء تفرح معه. أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. يعني إيه؟ كل فرد فينا خلية في جسم المسيح، وكل مجموعة فينا عضو في جسم المسيح، والطبيعي جدا إن احنا كلنا بنشتغل لحساب ربنا يسوع له المجد، لحساب الملكوت، لحساب الرأس المسيح. كما أن الرأس المسيح بيخدمنا وبيشيلنا شيل عشان يوصلنا السماء، احنا كمان عايشين عشان نخدم. اظن فاكرين التعبير الجميل اللي قاله القديس اغسطينوس لما قال لما المسيح تجسد له المجد على الارض وجي على الارض، كانت الكنيسة مستخبية في جسده، وكان بيعمل كل حاجة لحساب الكنيسة، بيصوم عشانها، بيصلي عشانها، بيتصلب عشانها، بيموت عشانها، بيقوم عشانها. لما صعد المسيح له المجد بجسده بقت الكنيسة على الأرض، إنما المسيح جواها، فبقت بتعمل كل حاجة لحسابه، بتصلي عشانه، بتصوم عشانه، بتجاهد عشانه، بتبشر عشانه. إذن المسيح والكنيسة ما تفصلوش عن بعض أبدا. بقدر ما أحب المسيح كنيسته، بقدر ما الكنيسة بتحاول ترد هذا الحب. إن كان واحد يكرم جميع الأعضاء تفرح معه، أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، أنواع ألسنة. هنا مش معنى أن احنا جسد واحد متفاهم ومتجانس ومنسجم مع بعضه أن مفيش نظام، لا، في نظام، في ترتيب، في أولويات، في سلم، في هرم. أولا رسل، يبقى ربنا يسوع له المجد حاطط مكانة خاصة للرسل، لدرجة الكتاب يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. يعني هذه كلمة كبيرة. صحيح يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، ما عندناش حجر آخر بنبني عليه كنيستنا إلا ربنا يسوع، لكن أساس الرسل، رسل أساسيين، تعليم الرسل وكتابات الرسل وحياة الرسل وقدوة الرسل أساسية في الكنيسة. بعد كده يجوا الأنبياء، يجوا المعلمين. فلاحظوا أنه الرتب الثلاثة دي ما كانش فيها معجزات، لم يذكر فيها مواهب، رسل وأنبياء ومعلمين. مش بالضرورة يكونوا بيعملوا معجزات، مش بالضرورة. ومع هذا أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات. القوات اللي هي بقى المعجزات والعجائب. يبقى مش جاي في الأول، جاي متأخر، لأن الأساس في الكنيسة هو التعليم المستقيم اللي وصل الناس السماء، مش استعراض القوات وعمل المعجزات. وبعد ذلك تيجي مواهب شفاء، أعوانا. أعوانا يعني إيه؟ يعني كل أنواع الخدمات الاجتماعية أو خدمات الرحمة أو خدمات المحبة، دي موهبة
دي لها مكان خاص في الكنيسة، ما تنفعش الكنيسة تمشي من غير. هو تفتكروا الكهنة يقدروا يعملوا كل الخدمة؟ مش ممكن. يقدروا الشمامسة يقدروا يعملوا كل الخدمة؟ مش ممكن. ما كانش كل واحد يقدم ايده عشان يساعد المجروحين والمتألمين ويعلم الأطفال معانا ويفتقد البعيدين. الكنيسة محتاجة كل الناس أعوانا، تدابير المدبرين زي المرشدين وزي المدبرين في التخطيط والإدارة جوه الكنيسة. وأنواع ألسنة، برضو يوحنا زابيل فم يقول هو اختار الألسنة يحطها في الآخر لأنه حاسس بمشكلة الألسنة، فمش عاوز يحطها في الأول عشان الناس بتجري وراه، عاوز يقولها جاي في الآخر. تصوروا أنه حاطط الأعوان كلنا نقدر نبقى معينين لبعضنا البعض، خدمة المعاونة أو المساندة يسموها. دي مش محتاجة يعني إمكانيات براقة يعني، دي عاوزة قلب بيحب الناس وعقل يدبر ويمد إيده ويساعد الناس. حاططها قبل الألسن يعني كأن اللي بيخدم فيكم الفقراء والمرضى أحسن من اللي بيتكلم بلسان. هنشوف إزاي موضوع الألسنة لسه له صحة طويل. ألعل الجميع رسل؟ يعني ما ينفعش يبقى الكل رسل زي ما قال في نص الإصحاح، ما ينفعش الجسم كله يبقى عين، ما ينفعش الجسم كله يبقى رجل ولا إيد، لازم نكمل بعض. فحتى لو العين دي حاجة براقة وحاجة ظاهرة قوي، لكن ما ينفعش كل الجسم يبقى عين. فلعل الجميع رسل؟ لا، الإجابة طبعا لا، مفهومة ضمنية. يعني هو بيستنكر، انتوا كلكم عاوزين تبقوا رسل، بيقول لكورنثوس كده، كلكم عاوزين تبقوا أنبياء، كلكم عاوزين تبقوا معلمين، وليه ما تبقاش عضو فاعل في الكنيسة وتوصل للسماء بالمطلوب منك بس؟ افرض انت واخد وزنة مش 10، مطلوب تجيب عليها وزنة. واخد 5 وزنات، مطلوب منك 5 وزنات، ولو جبت 3 اللي هيكون جايب وزن قصاد وزن هياخد اكتر منك لانه كان امين اكتر منك. واخد 1 على 1، تاخد 3 على 5. فانت عاوز تاخد المكانات العالية وخلاص؟ طب ما يمكن مش رسالتك، مش دورك. اعرف حجمك ودورك وتاجر بوزناتك. لعل الجميع اصحاب قوات؟ مش لازم. لعل الجميع، للجميع مواهب شفاء. لعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ هو الظاهر لا، كل الناس نفسها تتكلم بألسنة زي ما هيبان في الإصحاح اللي جاي واللي بعده. بقت موضة بقى كل واحد عاوز يتكلم بلسان عشان يبقى شكله جميل، بيقول كلام محدش فاهمه. طب وإيه قيمته إذا كان محدش حد فاهمه؟ وهيوصل الكنيسة لإيه؟ وهيبقى فيه تشتيت. لعل الجميع يترجمون، ولكن جدوا للمواهب الحسنة وأيضا أريكم طريقا أفضل. يعني اجتهدوا أو اسعوا أن يبقى عندكم مواهب مقدسة، لكن في حاجة أهم اللي صح جاي بقى لا ندخل فيه دلوقتي. إيه الأهم؟ كلمة المحبة. هيقول ما عنديش مانع تسعوا أن يبقى عندكم مواهب حسنة، مواهب جيدة، لكن برضو أحد القديسين قال حتى وانت بتسعى يكون عندك أعوان أو تدابير أو حتى مواهب. اسأل نفسك انت نفسك في الحاجات دي ليه؟ عشان الناس تشاور عليك وتقول فلان بيعمل معجزات، تعرف لو عملوا كده يمكن تضيع وتضيعهم معاك. لو كنت تسعى للمواهب من أجل خلاص الناس وبنيان الكنيسة يمكن يبقى سعي مقدس، إنما ما أسهل أن يدخل الشيطان في قلب الشخص الموهوب ويحاول يخليه يقع في إحساس بالعظمة أو التميز ويلعب به. فجدوا للمواهب الحسنى. أيوة مش غلط طبعا أنك تكون عندك موهبة أو حاجة تفيد فيها الكنيسة، لكن هل هذا الجدية والاجتهاد ده عشان إيه؟ عشان مجدك أنت؟ لا، مش مفروض كده، ده أنت كله عشان مجد المسيح له المجد وبنيان الكنيسة. فإن كنت تسعى في اتجاه المواهب راجع ضميرك الأول، راجع قلبك. يحكى أنه جم تلاميذ واحد من القديسين يقولوا له يا أبانا إحنا سبنا الدنيا وعشنا نصلي ونصوم ونسهر من أجل المسيح، فلماذا لم نأخذ مواهب شفاء أو عمل معجزات؟ أبونا القديس ده قال إيه؟ قال لهم يا أولادي إزاي تقولوا كده؟ قد أخذتم
قالوا له ما خدناش يا ابونا، ما نعرفش نقوم ميت ولا نعمل معجزات زي اللي بنقرا عنها. قال لهم ازاي؟ اللي يخلي فيكم واحد يحب الانجيل ويقراه يبقى فتح عينين اعمى، واللي يخلي فيكم واحد بخيل يفتح ايده شويه ويعمل خير يبقى فك يد يابسه، واللي يخلي فيكم واحد بعيد عن الكنيسه يتعود يروح الكنيسه يبقى شفا مقعد، واللي يخلي فيكم واحد غرقان في الخطيه يتوب قد اقام ميتا. فمضوا منتفعين. هو عاوز يقول لهم ايه؟ وانتوا فاكرين يعني تقوم ميت دي شغلانه؟ ما هي دي ممكن ربنا يديها للبعض، انما الشغلانه الاهم والاصعب انك تجيب نفس بعيده للسماء. ده هو ده بقى اقامه الموتى اللي بجد. لانه في مثل الابن الضال الاب قال ايه؟ ابني هذا كان ميتا فعاش. اهي دي اعظم في نظر السماء من ميت عادي قام، ثم هيموت تاني. انما اللي ممكن يقوم من موت الخطيه ده وتحفظه للحياه الابديه، ده انت عملت حاجه كبيره قوي قدام ربنا. خليت واحد يحب الانجيل وينشغل بكلمه ربنا، دي اهم من انك تشفي مريض بالعمى. في العمى الروحي اصعب واخطر. جدوا للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل. نقف عند الحته دي بقى. طريقا افضل، الاصحاح اللي جاي ده كورنثوس الاولى 13، ده اشهر اصحاح عن المحبه في الكتاب كله، واجمل اصحاح بيتكلم عن المحبه، وبيعتبروها كده جوهره كورنثوس من كتر جمال هذا الاصحاح. كتير منكم حفظه ومجال لتاملات وتلمذه طول العمر، لان الاصحاح ده ما يخلصش من اتساعه، لان وصيه ربنا ملهاش اخر. زي ما قال الكتاب لكل تمام رايت منتهى، اما وصاياك فواسعه جدا. لان بولس بالرغم من تميزه بالمواهب كانت الحقيقة دي واضحة قدامه جدا، كان بيعمل معجزات كتير قوي، وكان عنده مواهب بلا عدد، حتى الألسنة قال أنا بتكلم بألسنة أكتر من كل الناس. إنما ما راحش من عينه أبدا هذا الطريق الأفضل. كان واضحة جدا الحكاية قصاده، طريق المحبة هو الطريق الأفضل للسماء، أأمن طريق للملكوت، أضمن طريق للحياة الأبدية، أقصر طريق لقلب المسيح وللغفران وللسماء. إيه اللي يخليك تمشي في طرق تانية؟ عندك طريق ملكنا كلنا مش صعب علينا، وهو أفضل طريق. هل معنى كده أنه ده غير المسيح؟ لو واحد يقول ما احنا اتعلمنا أن المسيح هو الطريق، مش هو قال أنا هو الطريق؟ طب ما هو المسيح إيه والمحبة إيه؟ ما رب ما الكتاب بيقول الله محبة. ما انت لما قلبك يتملي بالحب هتلاقي نفسك اتمليت بنعمة ربنا يسوع له المجد. ما لما الانسان يعيش كل حياته محبة هيبقى شبه المسيح في كل حاجة. اذا ما حدش يفتكر ان ده منفصل عن ده، هل المحبة طريق غير المسيح طريق؟ لا طبعا، هي واحد. لان بدون المسيح مش هتوصل للمحبة، وبدون المحبة يبقى انت مش جوه المسيح. يعني مهما اتكلمنا وتعلمنا هتفضل الكلمة دي أغلى كلمة في القاموس المسيحي في الحياة المسيحية. أكتر كلمة تميز المسيحيين أنه بحب الناس وأنه بحب ربنا. لو مسيحي ما عندوش محبة، لو حافظ الإنجيل من أوله لآخره يبقى مش مسيحي. ولو علم الناس كلها مهما علمهم ومعرفش يحب اللي حواليه يبقى برضه مش مسيحي. وده اللي هنسمعه بقى من بولس دلوقتي، لما يسيب المواهب خالص ويطلع براها ويسيب مشاكل كورنثوس كلها ويغرق كده ويهيم في سيمفونية المحبة، يتغنى كده بالمحبة وصفات المحبة. وبرضه هنكتشف في الإصحاح ده أن المحبة كلمة سهلة تبدو سهلة، إنما ده جواها شغل ملوش آخر. ده كل الفضائل مرتبطة بالمحبة، ولو عرفت كلمة المحبة دي هتعرف ان ملهاش نهاية لا في التطبيق ولا حتى في التأمل. يقول ايه؟ ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. يعني ايه؟ او ابتدى بالألسنة، واضح انه عمال يعمل مقارنة، الناس مبهورة بالألسنة ونفسها تتكلم بألسنة، وهو عاوز يقول لهم في حاجة أهم،
في طريق تاني، ما تشغلوش نفسكم بسكة ما توصلش. فبقى هقول لكم بقى، لو كنت بعرف اتكلم بألسنة كل ألسنة الدنيا، ولو في ملائكة ليهم ألسنة نعرفها كمان، عشان كده هنا الكلام على سبيل المجاز. يعني في واحد يقول هو صحيح معنى كده الملائكة ليهم ألسنة؟ الحقيقة الكتاب المقدس كل ظهورات الملائكة اللي فيه لما تكلموا اتكلموا باللغات اللي يفهمها أصحابها. مفيش ملاك ظهر اتكلم بلغة احتاج الترجمة. فكروا كده في أي ظهور لأي ملاك في الكتاب ما جابش معاه مترجم، معنى كده ان الملائكة بتتكلم لغات البشر. كونهم بيسبحوا ربنا، طب وماله؟ حتى التسبيح يوحنا الرائي فهمه في السماء، سفر الرؤيا قال لنا الملائكة بتقول قدوس قدوس قدوس، بتقول مستحق وعادل، اذا فهم. فهنا بيقولها على سبيل المجاز، ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة، مش بس الناس، يعني لو عرفت لغات البشر كلهم ولغات الملائكة ان وجد، ولكن ليس لي محبة، تبقى اللغات اللي عندي عاملة ايه؟ عاملة دوشة، فقد صرت نحاسا. تعرفين النحاس ده اللي بيستخدموه في الموسيقى، لما طفل مثلا يمسك النحاس ده يقعد يرزع فيه، كل الناس تقول له بطل دوش، كفاية هوس، نحاسا يطن او صنجا يرن. مع انه كلام شكله كويس، او شكله كويس احنا نفهم منه ايه؟ ايه قيمة الهوسة اللي انت عاملها؟ ما تقدم محبة للناس تكون اغلى من 100 وعظة. اذا كنت هتوعظ من غير محبة مش عاوزين، اذا كنت تقدر تحب يبقى اقل كلام هيفيد. المحبة اغلى من اي كلام. ربنا يسوع له المجد، ودينا مقربين على اسبوع الالام. الاسبوع الجاي في كلام كثير، انما اغلى واغنى لحظات الاسبوع الجاي ايه؟ لحظة المسيح على الصليب وهو صامت. في صمته يقدم اعظم واقوى عظة في التاريخ، وهو يتألم من اجل البشر. صحيح ربنا يسوع له المجد، كل كلامه حلو جدا، انما هنا زي ما قال في صفانيا يقول يسكت في محبته. في محبته سكت، بس هو في سكوته ما كانش سلبي، سكوته قدم اغنى عطية للبشرية كلها بالفداء. اذا الكلام ممكن يكون سهل، وبحبذا بقى لو الحكاية لغات تعمل جو ومنظر وبتاع، طب وده يوصل السماء؟ ما يوصلش. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. فلنحذر، لأن النهاردة في ناس بتتباهى بالألسنة، وبتعتبر أن اللي ما يعرفش لسان أو ما يفهمش اللسان أو الكلام ده يبقى كده برا السكة. برا السكة إزاي؟ ده هنا كلام صريح جدا واضح أن في طريق أفضل للسماء. خلينا في الطريق الأفضل. واضح ان معلمنا بولس عمال يكسر في حكايه الالسنه دي، لانه قلقان منها، شايف فيها انحرافات، رجع تاني الانحرافات. خلينا في باب المحبه اللي دخلنا على الملكوت. ان كانت لي نبوه واعلم جميع الاسرار وكل علم. تاخدوا بالكم دايما بولس هنا بيميل الى المبالغ، يعني كل الالسنه، كل ألسنة الملائكة، كل علم، كل الأسرار، عشان يحط كل دي جنب كلمة محبة عشان يطلع المحبة تكسب برضه. وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. يعني يبقى شغلانة كبيرة. بيقول إن كانت لي نبوة، دي حاجة كبيرة. تصور أنت ربنا كشف لك روح نبوة، فبقيت تعلم وتفسر ويمكن تعرف كمان أسرار روحية. الله، دي حاجة كبيرة. وبعدين أعلم جميع الأسرار، ده علامة مش عادي. وكل علم، علم روحي بالذات، دي حاجة يعني محدش وصل لها كلمة كل علم دي، دي بتاعت ربنا واحد، إنما تجاوزا يعني مجازا. يقول لو عرفت كل علم وإن كان لي كل الإيمان، ده احنا إيمان حبة خردل ينقل الجبال، هنا كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ده مكانة عظيمة جدا. إن وجد هذا من غير محبة، شكل الكلام هنا مجازي برضه، يعني إيه؟ ما بصراحة صعب قوي واحد يكون عنده إيمان ينقل الجبال ما يكونش عنده محبة،
لكن حتى لو افترضنا أن وجد مثل هذا الشخص اللي ممكن يعمل معجزات ويعرف الغيب ويبقى مليان علم وما عندوش محبة قدام ربنا، يبقى ايه؟ لست شيئا، ولا حاجة، ولا حاجة خالص خالص خالص، زي اللي تقال عنهم في متى 25: باسمك اخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات، اذهبوا عني لا اعرفكم. طب وكل الانجازات دي؟ ولا حاجة. هو كان مستني المحبة. انجازات دي بدون محبة صفر على الشمال. انجازات دي ان كانت من المحبة يبقى لها قيمة تاني. شوفوا المحبة اغلى من قد ايه. تخلينا نطلع كده فرحانين ان احنا ربنا مدينا شوية محبة، وربنا يوسع قلبنا اكتر واكتر ويزود المحبة. لا عاوزين ننقل جبال، ولا عاوزين نتكلم بألسنة، ولا يفرق معانا نبقى عندنا كل العلوم. كل اللي عاوزين نطلع بيه بعد الاصحاح ده: يا رب وسع قلبنا نحبك ونحب الناس كلها من قلب طاهر بشدة. بس كده يبقى ماشيين في الطريق الصح، طريق الافضل، طريق الاقصر. انما نتباهى او ننشغل بمواهب وننسى اهم قضية المحبة، يبقى الشيطان بيضللنا. ان اطعمت كل اموالي، ده نوع تاني بقى من التدين، مش بس التدين اللي فيه ألسنة، ولا التدين اللي فيه اسرار، ولا التدين اللي فيه ايمانيات ومعجزات، التدين اللي فيه عطاء بلا حدود. طبعا دي حاجة كويسة. ان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق. حاجة صعبة قوي. واحد يقدم نفسه للاستشهاد وتشوي في النار عشان تدينه. ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. يا حاجة مفارقة جميلة، وتخلي الواحد يفوق. انت نفسك تبقى ايه؟ تبقى شهيد. هي الحكاية مش مراكز. انت بتحب ربنا قد ايه؟ بتحب الناس قد ايه؟ هي دي السك. نفسك تبقى ايه؟ تدي كل فلوسك. صدقني مش هو ده برضو اللي هيوصل السماء. لو قلبك مش عمران بحب ربنا والناس مش هتوصل، حتى لو سبت الفلوس كلها. ربنا بيدور على حاجة تاني. السكة غير كده. كل الحاجات دي ممكن تتولد من قلب محب، ان لو ما خرجتش من محبة تبقى غشاش، تبقى براق، تبقى خداعة. احنا عاوزين نحب ربنا ونحب الناس. بعد كده اللي يدي فلوسه يدي، اللي يموت من اجل المسيح الشهيد حلو، اللي ينقل جبال مفيش مانع، اللي يوعظ ويعلم الناس كويس. انما قبل ده كله اسأل نفسك: عندك محبة ولا ما عندكش؟ لا تكون خرجت بره سك. اريكم طريقا افضل. فمعلمنا بولس حاطط كل الطموحات الروحية قدامنا، وبيقول اوعى الحاجات دي تشغلك، بس المحبة هي الاول والاخر، زي ما المسيح هو الاول والاخر. اوعى تعمل حاجة وتدوس على المحبة. ده في واحد جوه الخدمة وهو بيخدم يدوس على اللي حواليه، بيقول عشان الخدمة. خدمة ايه؟ مضاظة الخدمة ملهاش لازم. اذا كنت هتدوس على اللي حواليك، ده هي الالف بالخدمة، يعني محبة. واحد عاوز يعلم بتاعه وبعدين يدوس على الناس. طب هتدوس على الناس ليه؟ ما انت كده دست على اهم كلمة هتعلم تقول ايه بعد كده. ان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. هو الجزء ده علمنا قد ايه المحبة اعلى واغلى واهم من اي موهبة واي تميز روحي. بس لعل واحد يقول له ضمنيا: يا سيدي ما احنا عندنا محبة. قال له: لا استنى بقى، استنى اقول لك ايه هي المحبة قبل ما تجاوب على سؤال عندك محبة ولا ما عندكش. لان للوهلة الاولى لما اقول انتوا عندكم محبة يا ناس، تقولوا طبعا. طب استنوا بعد ما نقرا الكلمتين كده اللي جايين نشوف نقدر نقول طبعا ولا لا. هقراهم مع بعض كده وبعدين ناخدها حته حته. المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء،
وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. نقدر نقول عندنا محبة 100% بعد الكلام ده؟ لا، صعب صعب. مين عنده يحتمل كل شيء دي؟ لا لسه بدر. مين عنده لا يطلب ما لنفسه خالص؟ لا لسه كتير. مين عنده لا يتفاخر ولا ينتفخ بأي درجة؟ لا ده لسه كتير. خلونا ناخدها حتة حتة بقى. إنما هي بداية كده زي ما الكتاب قال، المحبة هي رباط الكمال. لو اتملى قلبك بالحب 100% انت كده بقيت شبه المسيح له المجد. كونوا كاملين كما أن أباكم كامل، كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات قدوس. المحبة هي المظهر للكمال والقداسة، بس بالصفات دي، بالمستوى اللي بيكلم عنه بولس. المحبة تتأنى وترفق. في واحد يقول أنا بحب الناس بس نفسي قصير، خل إيديا. أقول له لا، تحكش على نفسك، محبة قليلة. لأن لو في محبة بتقول عليها إيه؟ المحبة تتأنى. لازم يبقى في طول أنا، وإلا ما تبقاش محبة. وترفق، في رفق، رفق بكل الناس. اللي قدامك تعبان تحس بيه، اللي قدامك غلطان تقول غصب عنه تترفق بيه زي ما ربنا بيعمل معانا. ده ربنا لو ما عندوش محبة ما كنش حد فينا كمل يومين على الأرض. إنما أكتر واحد له كل المجد ينطبق عليه الصفات دي، ربنا له المجد. مفيش حد زي ربنا يتأنى ويرفق. شوف السنين اللي ربنا بيطول باله علينا فيها، شوف كم يترفق بينا الله وإحنا بنغلط ونوعد ونغلط ونوعد ونغلط ويترفق. مجرد ترجع تقول له أخطيت يا رب تلاقي كل حاجة مشيت كويس. طب والجرائم اللي بنعملها دي كلها؟ يتأنى ويرفق. عشان لما تقول لا الكلام ده صعب، يقول لك طب ما تبص على ربنا، هو بيعاملك كده، هو بيعاملك كده واكتر من كده. يبقى المطلوب منك مع اخواتك مش كتير. المحبة تتأنى وترفق. الى اي مدى الواحد فينا بيتأنى على الناس؟ الى اي مدى بنرفق بالناس؟ ساعات الواحد يبقى قاسي على الناس وشديد، وقال يقول ايه، انا اقول مش عارف للاعور او للاعمى في عينه ليه يعني؟ وهي دي شطارة؟ كونك تبقى حقاني ده ما يلغيش انك تبقى قلبك كله محبة. ربنا يسوع له المجد، طبعا فيه كل الحق وفيه كل الحب، لكن كان حنين على كل الناس. تعالوا نبص، مش لاقي مثل غير ربنا يسوع اتكلم عنه. لما يكون المسيح له المجد مثلا مع التي امسكت في ذات الفعل، كل الناس رافعين الحجارة وخلاص معاهم شريعة تسندهم، يقف يحامي عنها وتبقى هي في ظهره وكأنه هيستلقى الطوب اللي هينزل، وينحني على الأرض كأنه عاوز يقول لها بنتي زلتيني زلتيني، جبتي راس الأرض بس عشان خاطرك، عشان يفكرها يفهمنا الفداء. وبعدين يقول لهم بمنتهى الرفق وطولة البال، اللي منكم بلا خطية يرميها الأول. وعينيه كلها نور إلهي ترعبهم لو حد فيهم تطاول وادعى أنه من غير خطية. يشوفوا فيه اللي ما يقدروش يشوفوه في أي حد، فابتدوا يكشوا ويجروا. طب يا رب أنت بقى الديان العادل، ودي أمسكت في ذات الفعل وتستحق الإعدام، إيه اللي قاله ربنا يسوع؟ اذهبي ولا تعودي تخطئي أيضا. أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك. يتأنى ويرفق. بقى أنت عندك حد يغلط غلطة كبيرة زي كده في حقك، وبعدين بسهولة كده تتنازل عن حقك وترفق وتتأنى. لو تأملنا في صفة التأني والرفق في ربنا يسوع، يمكن يوسع قلبنا شوية على الناس، يمكن يخلي عندنا تأني. احنا حتى مع الناس القريبين لينا احيانا تخلو علاقتنا من التأني من الرفق. ده احيانا الراجل مع زوجته ما يكونش عنده الصفة دي. ساعات الزوجة مع جوزها مع اولادها
أحب الناس ليها مع والديها تكون راحت منها حتة الرفق والتأني، بس دي صفة حب، دي تدل عن محبة. إنما كل حاجة أنت عاوزها لازم تحصل، طب فين الرفق وفين التأني وفين الاحتمال اللي لسه هيتكلم عليه؟ صفة تانية يقول إيه؟ المحبة لا تحسد. برضو أنتوا عارفين إحنا ما عندناش الحسد بالمعنى اللي عند الناس العين مثلا، لا، إحنا عندنا الحسد بمعنى إن واحد يحقد على واحد، بيغير من واحد، بيكره الخير لواحد، ساعات ده يتسمى حسد. إنما لما قيل مثلا إن اليهود سلموا المسيح حسدا، معناها إن هما بيكرهوا ربنا يسوع عشان الناس بتمشي وراه وبتحب، أو إخوات يوسف سلموه حسدا، برضو إخوات يوسف كانوا متغاظين عشان أبوهم بيحب يوسف زيادة. فهنا الحسد بمعنى المشاعر اللي فيها حقد وغيرة جوه النفس، ودي ما تأذيش كده من بعيد، ما كانش مثلا يعملوا مؤامرة زي وقت يوسف عملوا مؤامرة عشان يبيعوه وقت ربنا يسوع له المجد. اللي عنده محبة ما يعرفش يحسد، يعني ما يعرفش يغير. لو انت بتحب كل الناس والناس جالها خير هتلاقي نفسك سعيد، انما انت مش بتحب الناس اول ما يجي الخير للناس تلاقي نفسك اتضايقت، يعني عندك حسد، تقول لا انا ما تمللهمش الخير. ايوه ما هي درجات، انما مجرد انك ما فرحت لهمش دي معناها المحبه ناقصه كتير. هو لو الخير ده كان جالك انت مش كنت فرحت؟ طب ايه بقى تحب قريبك كنفسك؟ غير الخير جالك جاله مفروض الفرحه تبقى واحده. لا ده كلام صعب. لا مش صعب، بس احنا لسه بعاد. محبه لا تحسد معناه كل خير يجي للناس تصور كانه جالك، شوف هتبقى فرحان قد ايه، افرح للناس زي نفس الفرح مهما جالهم من خير، مفيش غير مفيش حقد. المحبه لا تتفاخر، ما ينفعش واحد يحب الناس يقعد في كل حته يتكلم عن نفسه، يبقى ما عندوش محبه، يبقى بيحب نفسه بانانيه مش حبه مظبوط. هذا الافتخار ما يجيش مع المحبه ابدا، لان المحبه والتواضع متلازمين، اصحاب اخوات ما يسيبوش ايدين بعض. من يحب حب صادق في اتضاع، ومن هو متواضع بالحقيقه لازم عنده شويه حب، وربنا يسوع له المجد المثل الاعلى في كل الحب وكل التواضع. تسمي قعدته مع السامرية على البير كده، هكذا قعدة كده فقيرة كده، تسميها حب ولا اتضاع؟ الاثنين. تسمي موقفه من المولود أعمى ولا المخلع ايه؟ حب ولا اتضاع؟ الاثنين، في حب في اتضاع، احتمل الإهانة لكن هل المسيح له المجد في أي موقف؟ كان بيتكلم عن نفسه بمجد، هو نفسه قال مجدا من الناس لست أقبل. اللي عنده حب للناس يشجع كل الناس، متكلمش عن نفسه أبدا، دايما في لسانه أنت أو أنتم ككلمة حب وكلمة تشجيع، إنما ما تلاقيش في لسانه أنا ككلمة افتخار أبدا. اللي يحب الناس يشوف حاجات حلوة في الناس، واللي يحب الناس ينسى الحاجات الحلوة اللي في نفسه. إنما اللي بيحب نفسه بيشوف حاجات حلوة في نفسه ومش شايف حاجة عدلة في حد، لأن هو مشغول بنفسه. لكن اللي بيحب الناس مش واخد باله من نفسه خالص. ربنا يسوع له كل المجد، كان بيشجع اللي حواليه دايما وشايفهم حاجة كبيرة، وبالتضاع عجيب ما كانش يتكلم عن نفسه إلا فيما يخص إعلاناته عن الإلهية. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، تعبير ده لغاية النهاردة ساعات يستخدمون الناس، يقول لك فلان ده منفوخ، منفوخ على ايه؟ واخدين بالكم نفس التعبير استخدمه في كورنثوس الثانية، يقول لألا ارتفع من فرط الاعلانات او لألا انتفخ. يعني الانتفاخ هو الشعور بالعظمة ماشي مع الافتخار، بس يمكن درجة اعلى، يبقى الواحد متعالي عن الناس اللي حواليه، باصص للناس من فوق، حاسس انه اقوى، انه اغنى، انه بيفهم اكتر، انه وده عنده محبة. ده فعش طول ما بيفكر بالطريقة دي بقلبه ضيق، معرفش حد. انما اللي بيحب زي ربنا يسوع له المجد، لما يجيبوا له عيال صغيرة يقعد معاهم على الارض وطبطب عليهم
وما عندوش خالص افتخار ولا انتفاخ. ده التلاميذ استكثروا من العيال الصغيرة ضيع وقت ربنا يسوع فانتهرهم. قال لهم ليه مالهم الأطفال؟ إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مش هتدخلوا السماء. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. طب ده كل مرة الواحد فينا يقول أنا عاوز مراجعة دي لا تكون ما فيهاش محبة. كل مرة تنسى نفسك وتتكلم عن نفسك قفشتك، طلعت الحكاية ما فيهاش محبة أوي. نختم بإيه؟ ولا تقبح. ولا تقبح يعني إيه؟ المحبة ما تشوفش حاجة قبيحة. يعني مثلا أم لسه جايبة طفل صغير وشكله مش باين له ملامح، تيجي واحدة تقول إيه ده شكله وحش، قولي لها ده عطية ربنا جميل بحب، مش بس مجاملة، بقلب أم امدحي هذا الطفل. كل لا تقبح، ما تشوفش حاجة وحشة، شوف كل حاجة حلوة. طبعا ده مش معناه ما بيميزش الغلط من الصح، لأن بعد كده يقول إيه ما يحب الخير ما يحبش الغلط. لكن لا تقبح يعني في الأمور الطبيعية ترى كل شيء جميل، لأن ربنا لما خلق كل حاجة حلوة، فيبقى الإنسان